افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة والسيدة هالة يتيم رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني مشروع مركز بنك البحرين الوطني للتصلب المتعدد في محافظة المحرق والتابع للمستشفيات الحكومية، وذلك بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة ومعالي الشيخ هشام بن عبد العزيز الخليفة رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية وأعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني والإدارة التنفيذية للبنك وعدد من المسؤولين وممثلين عن الجهات المعنية. بهذه المناسبة أشار معالي الفريق طبيب إلى أن المركز يأتي كأحد ثمار مبدأ الشراكة المجتمعية ما بين القطاعين العام والخاص، ويعكس إيمان الشركات الوطنية بالمسؤولية المجتمعية المناطة على عاتقهم تجاه تنمية المجتمع وتطويره، وذلك عبر تنفيذ مختلف المشاريع ذات النفع العام، مثمنا في هذا الصدد الدعم السخي المقدم من بنك البحرين الوطني لتمويل إنشاء المركز وتجهيزه وفق أفضل المعايير الطبية والهندسية. هذا ويشمل المركز على 7 عيادات خارجية بالإضافة إلى قسم تشخيص بالرنين المغناطيسي MRI وقسم علاج طبيعي وقسم علاج بالتمارين اليدوية وغرف علاج خاصة وعامة ومختبر وصيدلية ومركز للأبحاث العلمية وقاعة للمحاضرات ومستودعات طبية وغيرها من المباني والمكاتب الهامة. اليوم الحقيقة نفتح مركز التصلب اللويحي اللي تبرع به بنك البحرين الوطني، هو مركز حقيقة متعدد الوظائف لأن مرض التصلب اللويحي له شكل متعددة، ممكن يصيب العين، ممكن يصيب العضلات، أعصاب العضلات، أعصاب العين، أعصاب التوازن، أعصاب البلع، كلها ممكن تأثر بأثار المرض. لذلك عندنا يعني علاج كل هالمشاكل في هالمركز هذه من التشخيص إلى العلاج إلى المتابعة، كلها موجود في هالمركز. حرصت مملكة البحرين وفي خطة تطويرية لتوفير خدمات تخصصية للفئات المختلفة وتكون متعددة التخصصات في موقع واحد مثل مركز التصلب اللويحي، واللي جاء بدعم أيضا من بنك البحرين الوطني، مما يعكس الشراكة المجتمعية ويدعم الحزب المسؤولية المشتركة لإيجاد مراكز متخصصة تعنى بفئات تكون فيها بعض الأمراض المزمنة اللي تؤثر على عدد من الأجهزة ووظائفهم. نتقدم بخالص الشكر والتقدير لإدارة بنك البحرين الوطني على هذا التبرع السخي وهذا الدعم لفئة مهمة جدا في المجتمع وهي مرضى التصلب المتعدد، وتشرفنا اليوم بالافتتاح الرسمي والتشغيلي، وفي 400 مريض يستفيدون من خدمات هذا المركز، وفي خلال فقط الأسابيع الأولية قدرنا نخدم 56 مريض منهم، وإن شاء الله العمل سيتواصل على مدار العام. اللي شفناه الحقيقة فخورين به، إن شاء الله يساعد المرضى. بدأ تبرع بهذا المشروع 1,800,000، وبعدين وصلوا تجهيزه أكثر لما وصل 3,700,000.